عثمان. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. كنتواجدو الآن بشارع جنان باشا اللي كما كتشاهدو كاين حركية ورواج كبير بهذا الشارع، والمواطنين فأكيد أنهم خارجين يتقداو حويجات لوليداتهم. إذن الحركية الكبيرة تترافها منطقة جنان باشا ورواج كبير، المواطنين الخارجين بطبيعة الحال كيتقداو وشريو حويجات ديال العيد لوليداتهم. الناس كتستعد بطبيعة الحال وكتفرح وليداتها حويجات ديال العيد استعدادا للعيد، لأن ما هي إلا أيام قليلة كتصلنا على العيد الفطر السعيد. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والقيام. المحلات التجاريه تقريبا اغلبيه عامره وكاين حركيه ورواج كبير في المنطقه. رواج كبير بطبيعة الحال كتعرف المنطقة، منطقة جنان باشا اللي معروفة بالتجارة بطبيعة الحال، معروفة بالمحلات التجارية القلب النابض لمدينة العرائش التجارة. الناس خارجين يتقداو رغم ارتفاع ديال درجات الحرارة في الساكنة ديال مدينة العرائش والقرى المجاورة بطبيعة الحال اللي جات مدينة العرائش. خرجوا انهم يتقداو ويستعدوا باش انهم خويا حسن تحياتي لك مرحبا بك، يستعدوا بطبيعة الحال ويشريو حويجات ديال العيد ويستعدوا للعيد السعيد. اكيد العواشر كتكون الدنيا عامرة، كتكون الدنيا ممتلئة عن اخرها، والمحلات التجارية كتكون حركية ورواج. نتمنوا أن أصحاب المحلات التجارية ما يطلعوش في الأثمنة ديال الملابس، أن الله يحسن العون للوالدين والعائلات، الظروف صعيبة والظروف قاصحة، الكل كيعرف ارتفاع ديال مجموعة ديال المواد الأساسية. نتمنوا أن كسوة العيد حتى هي بطبيعة الحال ما ترتفعش، ما يكونش الأثمنة اللي هي تكون أثمنة كبيرة وتكون في المتناول ديال الآباء وأولياء الأمور ديال الاطفال، لان اكيد هذا العيد الصغير كما كنسميوه او عيد الفطر فهو كيبقى مناسبه باش الانسان انه يفرح وليداته ويدخل عليهم الفرحه والسرور ديك السوا ديال العيد ويتقرب طبيعة الحال من الله سبحانه وتعالى. كما كتشاهدوا حركية ورواج كبير كتعرفوا المنطقة. حسن الحجيوي الله يكبر بك، خير حسن مرحبا بك. ثم كما كتشاهدوا هذا الشارع المؤدي الى سوق القرب البركه، الملابس الجديده اللي كل الطرق تؤدي بطبيعه الحال الى المحلات التجاريه وتؤدي الى الاسواق
ديال القرب او ديال الملابس، من اجل ان الاباء اولياء الامور انهم يتغداو وياخذوا سوى ديال العيد باش يفرحوا الوليدات ديالهم. الناس دابا مابقاتش كتفكر في الخضره ولا كتفكر في الحويجات ديال العيد. الله يحسن العون. وهذا نداء بطبيعه الحال، هذه مناسبه اننا نوصلوا واحد الرساله واحد الميساج للناس اللي بطبيعه الحال مطلقين او كاين الازواج اللي مطلقين ومنفصلين على الازواج ديالهم. انا راه كاين الوليدات، راه ما طلقتيش ديك الوليدات، طلقتي المراه، اكيد ان الا وقع اختلاف بينك وبينها واكيد الا ما كانش مكتبكم انكم تكملوا، كاين الوليدات بطبيعه الحال انهم راه ديك الوليدات راه كيبقاو كما كنقولوا بقاو وليداتك، يعني انفصلتي عن الزوجه ديالك المراه ديالك، راه ديك الوليدات خصك انك تسول فيهم على طول السنه، تقلب فيهم، وخاصه في هذه الامور طبيعه الحال وفي هذه المناسبات ديال العيد ما فيها باس انك تسول في الوليدات ديالك واش واكلين واش شاربين واش لابسين واش خداوك السواد ديال العيد ولا لا. رجاء من الاخوان الله يرحم بها الوالدين، هذا نداء بطبيعه الحال مني لكم، لان يعني كاين بزاف اللي منفصل على الزوجه ديالو، وان اكيد انه كان عنده معها وليدات، فرجاء انهم يقلبوا في ديك الوليدات، ورجاء انهم يشوفوا في ديك الوليدات ديالهم، خاصه دابا العواشر، لان الله يحسن العون الامهات صعيب، وخاصه انه تقدر تلقى الام كاريه وهزه المصاريف ديال الوليدات وهزه الوليدات، ولكن رفقا الامهات ورفقا ديك الابناء، شوف غير في ديك الوليدات، لان كتعتبر ولدك طرف منك كبده ديالك، فيها باس ان الانسان يديهم يفرحهم في هذه العواشر هذه. رجاء من طبيعه الحال من الاخوان انهم واللي مطلقين يقلب في وليداته يشوف وليداته. كذلك رجاء من ابناء انهم يقلبوا في الامهات ديالهم، لان الام كتبقى بطبيعه الحال هي الحنونه، الام اللي اكيد انها ضربت سهره الليالي وضربت سماره وحيت من لبسها ولبساتك انت وفرحاتك انت، ما فيها باس ان الانسان يشري الام ديالو كما يشري الوليدات يشري الام ديالو بطبيعه الحال ويفرحها، لان هي اللي كانت كتفرحك من كنتي صغير.